أهلا بكم مرة ثانية. خلينا نتكلم عن موضوع بيهمكم كتير من الشباب والأطفال، بياكلوا الوجبة دي اللي اسمها اندومي. في حد هيقول لي إيه الاندومي؟ هو عبارة كده حاجة زي الشعرية أو النودلز، بتتحط في مية سخنة وبيجي معاها نكهات، أحيانا تبقى حاجة عادية كده وبياكلوها، بتبقى زي الشعرية عشان نقربها للناس، أو ممكن يحطوا عليها شطة، يحطوا عليها نكهة كده الخضار زي ما تحط مثلا حاجة تديها أي نكهة. لكن أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن نتائج التحاليل الخاصة بمنتج أندومي أثبتت صلاحية الشعرية، لأن هي في الأول شعرية زي ما قلت لحضراتكم. سريعة التحضير ليه؟ لأن هي بتبقى ناشفة، مية سخنة، بتقدر على طول تجهز، وأثبتت فعلا إنها صلاحية الشعرية للتحضير للاستهلاك الأدمي، وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج الخضار للاستهلاك الأدمي. يعني إذن صلاحية الشعرية تمام، ولكن النكهات أثبتت هيئة الغذاء بأنها غير صالحة. أخطرت كمان هيئة سلامة الغذاء الشركة على الفور بضرورة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي، وعدم تناول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة، وسحبها تماما، وتم إعطائهم مهلة مدتها 48 ساعة اللي انتهت اليوم لسحب المنتج نهائيا من الأسواق. كما أخطرت الشركة بإزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة، في مكتوب كده عليها انه فيها فوائد فيتامين بي واملاح معدنيه، حديد وزنك وكالسيوم، فطبعا ده كمان يعني تم سحبه بانه ده غير صحيح. مزيد من التفاصيل اكيد مع الدكتوره منال عز الدين، الباحثه بمعهد تكنولوجيا الغذاء. مساء الخير يا دكتور. مساء النور على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. سمع حضرتك وحضرتك بتتكلمي عن الشعرية سريعة الإعداد والتحضير. أيوة، علشان يعني نقربها لكل الناس يبقوا عارفين هي إيه، لأن الشباب معظمهم مقبلين عليها، والسن الصغير كمان اللي هو من 12 بقى لحد 16 17 هو اللي مقبل عليها، كمان بتتباع بسهولة في الأكشاك وحاجات كده. ده حقيقي، وللأسف هي أكلة دخيلة على المائدة المصرية، هي منشأها قارة آسيا ودخلت على المائدة المصرية منذ حوالي 20 سنة، وزي ما حضرتك قلتي عشان سهلة الإعداد والتحضير وسعرها على قد الإيد فلقت إقبال كبير، ولكن هي في المجمل عبارة عن كارثة غذائية لأنها عديمة القيمة الغذائية. أولا ما فيهاش أي نوع من المعادن ولا الفيتامينات ولا الألياف اللي مهمة لصحة أطفالنا وصحة شبابنا. كمان هي عبارة عن مكرونة. هيئة سلامة الغذاء أثبتت أن الشعرية سليمة، ولكن أنا عايزة أقول كمية المكرونة أو الشعرية الأولاد بياكلوها دي نسبة كربوهيدرات عالية جدا طبعا. بتساهم في ارتفاع نسبة السمنة، وبالتالي السمنة عندنا بوابة لمئات الأمراض زي السكر والضغط. نيجي لكيس الكارثة، وأنا بسميه فعلا كارثة، كيس الملح الصيني اللي موجود فيها واللي هو اسمه العلمي ملح جلوتامات الصوديوم، وبيترمز له على الكيس بالرمز E621. قصة الملح ده انه كارثة، انه بيأثر على الذاكرة وبيأثر على الإدراك والتركيز، وبيسبب لأطفالنا تشتت الانتباه والحركة السريعة، والطفل يبقى هايبر ومش مركز، ويعني ده كوارث. حضرتك بتقولي كوارث على الكيس ده، يعني ده كوارث ان احنا نتعامل معاه. انا عايزه اقول لحضرتك ان الاطفال المفروض ما ياخدوش اكتر من 2 جرام ملح في اليوم. الكيس ده وزنه حوالي 5 جرام، وممكن الطفل بياخد اسف عبوه واثنين وثلاثه في اليوم. طبعا ده بيعرض الطفل زي ما بقولت لحضرتك لتشتت الانتباه وفرط الحركه وعدم التركيز، ومع مرور الوقت بيأثر على خلايا المخ. الكارثة الثانية انه بيسبب ارتفاع ضغط الدم، والنهارده احنا عندنا اطفال عندهم ضغط دم صحيح مرتفع، عندنا شباب عندهم ضغط دم مرتفع صحيح بسبب ملح جلوتامات الصوديوم. وللاسف الملح ده اللي هو اسمه الملح الصيني بقى يتباع كمان سايب في الاسواق الشعبية. طيب عندنا كمان كيس الشطة. كيس الشطة حتى لو الشطة سليمة، بنقول حتى لو هي سليمة، كثرة استخدامها ضار بالجهاز الهضمي ويسبب التهابات في الجهاز الهضمي ومشاكل. الشطة قد يكون لها بعض الفوائد، ولكن الإكثار منها بيكون ضار على صحة أولادنا. طبعًا. عندنا كيس زيت النخيل اللي موجود، عايزة أقول لحضرتك هذا النوع من الزيت هو أسوأ أنواع الزيوت اللي موجودة،
واللي ليها تأثير ضار بتؤدي لارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم. طبعا هي تنتمي للزيوت للأسف اللي هي مهدرجة وليها تأثير جد سيء جدا على صحة أولادنا. أنا عايزة من خلال برنامج حضرتك أنصح كل أم إن هي تشيل الشعرية سريعة الإعداد والتحضير من الخريطة الغذائية اللي هي حطها في البيت. صح. لأن صحة أولادنا وصحتكم كأباء وأمهات هي أهم أمانة بكتير. حافظوا عليها. صحيح صحيح. يعني انا بشكرك جدا دكتوره منال، وكل اللي قلتيه ده يعني دي كوارث، واعتقد الامهات اللي بيسمعونا هم يعني هم اهم فرد في الاسره، لان هم عينهم بتبقى على اسرتهم وعلى اولادهم وعلى لو الاخت او الام او الاب او يعني الاسره كلها. اولا يعني واضح ان الوجبه دي شعريتها بنكهتها بالشطه بالكيس بكله بتتباع على فكره في اكشاك وفي اماكن كتير، هي ممكن تكون رخيصه الثمن فالناس بتقبل عليها، لكن صدقوني ما احنا ممكن ناكل شعريه في البيت زي الفل معموله خفيف وتبقى مضمونه ما يبقاش فيها الشكل ده، وما تبقاش زي ما انتوا سمعتوا كلها كوارث. هي واضح بتيجي معلبه وبكوارثها كده بعلبها، فواضح ان هيئه سلامه الغذاء انتبهت وسحبتها من السوق بعد مهله، ويعني اخبرت يعني كل الناس اللي بتاخد الامدادات بخطوره هذا الاندومي بكل بقى مجتمع يعني كل الأكياس اللي معاه. أنا بشكر جدا دكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء، وبشكرها على ده.